تنضم إلي الآن من القاهرة عبير عطيفة، الناطقة الإعلامية لبرنامج الأغذية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الأمم المتحدة. عبير، أهلا وسهلا فيك معنا. يعني لما نحن عم نحكي وعم نقول أنه في أزمة جوع عالمية وشيكة، قديش فعليا نقترب من أزمة جوع عالمية؟ أولا صباح الخير عليك وعلى المشاهدين. طبعا هناك قلق كبير بشأن الأمن الغذائي في العالم بعد أن وصلت أسعار المواد الغذائية العالمية إلى أعلى معدلات لها في شهر فبراير، وبعد هذا بدأنا أزمة أوكرانيا والأزمة الروسية الأوكرانية، ودفعت بالأسعار إلى ارتفاع بنسبة 12% في شهر مارس. طبعا هذا يجعل أسعار المواد الغذائية على أعلى المستويات القياسية السابقة لها التي شهدناها في ظل أزمة الغذاء في 2008 و 2011. طبعا ده بيتزامن مع أن هناك أيضا ارتفاع في معدلات انعدام الأمن الغذائي الحاد، بحيث أن العالم بيشهد الآن 193 مليون شخص بيعانوا من انعدام الأمن الغذائي الحاد. هذه زيادة يعني تقدر بحوالي أكثر 40 مليون شخص أكثر عن العام الماضي. هناك طبعا بس خليني أسألك عبير، ولو عفوا على المقاطعة، انعدام الأمن الغذائي، معلش بس ترجميلية، يعني انعدام الأمن الغذائي يعني بأي وضع هني؟ يعني هناك احنا لدينا مقاييس لتحديد نسبة انعدام الأمن الغذائي، ففي كثير من الدول بنتبع هذا المقياس، وهو بيجتمع فيه منظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحديد إذا كانت الأمن الغذائي في مستوى عادي، في مستوى حاد، في مستوى حالة طوارئ، أو مستوى إعلان وضع المجاعة. بالتالي انعدام الأمن الغذائي ماذا يعني؟ هذا يعني أن الشخص لا يستطيع الحصول على احتياجاته الأساسية الرئيسية من الغذاء التي تسمح له يعني العيش بحياة طبيعية. نعم. طيب هذه هي المشكلة، الحلول أين تكمن الحلول إذا في حلول؟ هل في تعاون بينكم وبين المؤسسات الدولية المتعددة الأطراف الأخرى؟ يعني سمعنا طبعا البنك الدولي الآن عم يحكوا على 12 مليار دولار خلال فترة ال 15 شهر الجاي. هل هيدا في تعاون بينكم وبينهم على هيدا الشيء، أو مؤسسات متعددة الأطراف أخرى؟ تمام. هو أهم شيء أن يعني الأزمة التي يشهدها العالم اليوم، أزمة الغذاء، هي ليست فقط مرتبطة بارتفاع الأسعار. هناك طبعا تغيرات مناخية، يعني مدغشقر من الدول في أفريقيا هي أول الدول في العالم التي تشهد مجاعة بسبب التغيرات المناخية والظروف البيئية. هناك أيضا أن كثير من الدول في العالم لم تتعافى من أثار جائحة الكورونا، مناطق صراعات، بالإضافة أيضا إلى ارتفاع طبعا أسعار المواد الغذائية. وبالتالي الحل يكمن في يعني التعامل مع هذه الأزمة بصورة شاملة. مهم جدا طبعا قرار البنك الدولي، وأن يكون هناك يعني تركيز على دعم الدول الأكثر تأثرا بهذه الأزمة، بحيث أن يكون هناك مشاريع للحماية الاجتماعية، وأن يكون هناك عملية يعني دعم الغذاء. يعني كثير من الدول بدأت ترفع دعم الغذاء في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها هذه الدول. برنامج الأغذية العالمي طبعا نحن بنقدم مساعدات غذائية لأكثر من 130 مليون شخص في 90 دولة حول العالم، ولكن لا نستطيع أن يعني نقوم بهذا وحدنا، وبالتالي يجب أن يكون هناك تكاتف من المجتمع الدولي، يعني منح للدول بصورة مباشرة ما بين الدول المانحة، ما بين المؤسسات المالية مثل البنك الدولي ومثل هذه الدول، دعم برنامج الأغذية العالمي، لأننا نركز على الأكثر فقرا والأكثر جوعا في أشد المناطق في العالم. التعاون والتضافر طبعا ضروري جدا في هذه الحالة. ذكرتي المجتمع الدولي، أنا عندي سؤال ببالي، هل في دور للقطاع الخاص؟ كثير من كبار موردي القمح حول العالم بيكونوا من ضمن القطاع الخاص، هل في دور وكيف أيضا هل في تواصل ما بينكم وبينهم؟
طبعا يجب ان يكون اكيد القطاع الخاص له دور كبير، لان يعني عمليه توافر المواد الغذائيه ووجودها في الاسواق هو طبعا من شانه ان يعني يجعل هناك اعتدال في اسعار المواد الغذائيه، توفر هذه المواد لا يضغط على الاسعار، وبالتالي يعني هناك الكثير من الدول القطاع الخاص مهم فيها جدا. على سبيل المثال اليمن، اذا القطاع الخاص اشتغل باليمن اعتقد ان وتوفرت له امكانيات استيراد المواد الغذائيه والدعم المادي الذي يسمح لهذه لشركات القطاع الخاص بادخال المنتجات الاستراتيجيه مثل القمح، فيكون هذا طبعا مهم جدا لعمليه الامن الغذائي بصوره عامه. طبعا احنا بنناشد الدول رفع السياسه الحمائيه او ورفع القيود على التصدير والاستيراد. اي نعم هذه ازمه، وطبعا الجميع بيحاول انقاذ يعني او التركيز على مواطنيه، لكن هي ازمه في الاخر ستطال الجميع. القطاع الخاص له دور، الحكومات لها دور، منظمات الماليه الماديه والمنظمات الامم المتحده لها دور، وبالتالي اعتقد اننا يعني جميعا في هذه المركب، ويجب ان يكون هناك كما ذكرت تكاتف من الجميع. تمام، فإذا شو هي المعوقات عبير؟ يعني ذكرتي اليمن، سوريا، لبنان، مصر من أكثر المتضررين، وعليهم أكثر شيء خوف عنا هون بالمنطقة طبعا. شو هي المعوقات بشكل سريع لو سمحتي؟ هي طبعا المعوقات أهمها عملية عدم توفر المواد الغذائية، عملية نقص كميات القمح الموجودة في الأسواق والزيوت النباتية بصورة عامة، وهذا هو غذاء الفقراء. طبعا المعوقات عملية سياسة إغلاق الحدود على هذه السلعة، عملية أيضا طبعا ارتفاع أسعار النفط، كل هذا بيؤدي إلى يعني مشكلة. لأنك يعني لما كنت عم تحكي على دور القطاع الخاص قلتي إذا سمح للقطاع الخاص، وذكرتي تحديدا اليمن بالاستيراد، شو هي المعوقات هناك؟ المعوقات اعتقد يعني هي الضمانات، هناك يعني مطالبه من القطاع الخاص في اليمن ان يكون هناك في صندوق دعم للقطاع الخاص، بحيث ان هم لا يعني يستطيعوا القيام بعمليه ادخال القمح، لان طبعا يجب ان يكون هناك يعني ليس لديهم الامكانيات الماديه للدعم او يعني لاثبات عمليات الدفع، وبالتالي يعني هناك مطالبه من القطاع الخاص باليمن في عمليه يعني ظروف استثنائيه وتسهيل المعاملات الماليه على التجار حتى يستطيعون ادخال القمح والسلع الاستراتيجيه الغذائيه بصوره مستمره في اليمن، لان هذا طبعا يؤدي على ارتفاع الاسعار. عبير عطيفة، شكرا جزيلا لحضورك معنا اليوم، يعطيكم العافية، نتمنى لكم كل التوفيق.